ومين ممكن يحتفل معانا باللقب ال11 للنادي الاهلي احسن من كابتن زيزو؟ لانه يعني لما تقول الكبار في الاهلي فانت هتقول ايه؟ كابتن بيبو، الخطيب، كابتن عبد العزيز عبد الشافي، زيزو، يعني دول اعمده النادي الاهلي اللي احنا او جيلي يعني كان دايما بيتفرج عليهم، وهم بالنسبه لنا كانوا هم كبار الكره في مصر وفي افريقيا ايضا. كابتن زيزو عندما كان مديرا للكره بالنادي الاهلي حصل الاهلي على اول بطوله افريقيه، اول بطوله دوري ابطال افريقيا خد النادي الاهلي 81 82، وكان مدير الكره كابتن عبد العزيز عبد الشافي. كابتن زيزو اهلا بك. اهلا بحضرتك، ربنا يبارك فيك. يعني انا ببقى سعيده ان انا موجوده في حضره الاهلاويه الكبار. الله يخليك، انا يشرفني اكون موجود معك. اشكرك. الله يخليك. الاول شفت يعني لازم ارجع لاول كاس او اول 81 82 لما خدنا اول بطوله افريقيه، وكنت حضرتك مدير الكره في النادي الاهلي. اه، ايه اللي حصل؟ ماذا تتذكر عن اول بطوله يحرزها الاهلي افريقيا؟ هو انا الحقيقه كنت في الفتره دي كان كل يعني تصوري بالنسبه لمستقبلي ان انا هكون فني. فكابتن صالح الله يرحمه جه فطلب مني اقعد معاه، فقعدت معاه. فطبعا كابتن صالح من الناس اللي اثرت فيا جدا جدا، يعني زي ما اثر في ناس كتير. فجه قال لي يا زيزو احنا عايزين نعينك مدير كوره. فقلت له انا يا كابتن مش في دماغي خالص اكون في الجانب الاداري. كل تصوري ودراساتي وعلمي في الحته الفنيه دي فمش في دماغي. فزعل. فقال لي بص يا زيزو، اللي اتربى في النادي زيك لما يطلب منه حاجه ما يفكرش، يوافق عليها على طول. قلت له لا، انا ما بعرفش اعمل حاجه لما افكر، وانت اللي علمتنا كده. فقال لي طب خلاص، عايز ايه يعني؟ ايه اللي مطلوب مني؟ قلت له اديني فرصه بس 48 ساعه وهرجع ارد على حضرتك يعني بقناعه. فقال لي خلاص ماشي. فجيت له تاني يوم على طول، كنا قاعدين بالليل، وتاني يوم الصبح قابلته. فقال لي فقلت له انا موافق. قال لي لا، ما ينفعش تقول لي امبارح بالليل يعني بعد 12 ساعه او 14 ساعه تيجي تقول لي انا موافق وامبارح كنت بترفض او ما مش موافق. فقلت له لا كابتن، انا اتعودت لما اجي اعمل حاجه لازم بحدد هدف معين. فالهدف ده انا فكرت فيه من خلال الكلمه حضرتك قلت لي عليها، ان احنا النادي الاهلي لما بيطلب من ولاده حاجه لازم يوافقوا. فقال لي ايه الهدف ده؟ قلت له هدف اول بطوله افريقيه ان انا يعني اسعى ان ربنا يوفقنا فيها، لان انا شايف النادي الاهلي اكبر كتير قوي من انه لغايه دلوقتي ما خدش بطوله افريقيه. فقال لي لا، اذا كان تفكيرك كده جو اهيد، خلاص ماشي يا عم، سامحتك. كويس. واتعينت فعلا مدير كوره. الاول اتعينت مساعد للكابتن حسن حمدي لحوالي مثلا 6 شهور كده. والكابتن حسن بصراحه انا اتعلمت منه كتير قوي، ومن الناس اللي هم بالرغم انه زميلي بس من اصحاب الفضل عليا في حاجات معينه في بدايه حياتي من الناحيه الاداريه، وساعدني جدا جدا يعني. وهو كان جايبني علشان يحقق الهدف بتاع الكابتن صالح، انا ليه كمساعد عشان الموسم اللي جاي على طول اللي هو 82 انا اللي امسك ايه القصه من اولها لاخرها. بس فبدانا فعلا، بدات مع الكابتن حسن كمساعد، والموسم خلص ودخلنا في الموسم الجديد، وبدانا نحس ان احنا ممكن جدا. كان الكابتن جوهر الله يرحمه راجع بقى من اتحاد جده ساعتها، وكانش فيه بقى الميديا اللي موجوده دلوقتي والماتشات والحاجات اللي هي بتذاع مباشره. فقعدت معاه واتفقنا على تحديد الهدف ده، والهدف كان بطولة افريقيا واحرزتوها الحمد لله. اه، كان 12 12. ده كان كان 12 12. اه 12 12. فانت كنت متفائل امبارح انه كان 11 واللقب 11 وحاجات. انا امبارح كان عندي احساس، بس الاحساس ده زاد قوي بعد ما هما جابوا الجول. ياه. اه، ده احنا كلنا اصبنا باحباط. لا، انا الاحساس زاد عني ان الجون جه بدري، ما جاش متاخر. ليه؟ لان شكل الاداء هيتغير. لان احنا في حاجه كانت موجوده اثرت في الناس كلها سواء بالسلب او الايجاب، بالنسبه لنا احنا بالسلب وبالنسبه للمغاربه كانت بالايجاب، ان الماتش محتاج جون واحد. فهم جابوا الجول بعد نص ساعه. لما حصل الجول ده جه مع ظروف المباراه في التوتر اللي كان موجود، التوتر ده كان ليه نتيجه سلبيه على فريق الوداد، وكان ليه نتيجه ايجابيه على النادي الاهلي. بس بدا يبان امتى؟ بعد الهدف. التحول ده بدأ يبان بعد الهدف. ازاي؟ التوتر دايما يخلي اللعيب يعني لما بيكون موجود
بيفقد جزء من التركيز بتاعه من الناحيه الذهنيه، وبالتالي ياثر عليه عصبيا، وبالتالي ياثر عليه بدنيا، وبالتالي ياثر عليه فنيا، فتلاقي الاداء بتاعه ياخد شكل فيه نوع من الاهتزاز، ما فيهوش توازن. اللي حصل ان المغرب اطمنت بعد ما جابت الجول، او الوداد اطمن بعد ما جاب الجول، فقال خلاص المباراه خلصت بالمنظر ده. لعيبه النادي الاهلي مش كده، لقيت النادي الاهلي بدات تستعيد التوازن بتاعها خلال العشر دقائق اللي فاضله من الشوط الاول. وفي الشوط طبعا الثاني بيبقى ليه شكل مختلف، وهو دايما حتى اتقال شوط المدربين. هم اعتمدوا المدربين بقى، شفت كولر ازاي؟ يعني شفت اداء كولر ازاي؟ قدر كولر ان هو ينزع الاحباط من اللعيبه في الـ في الـ في البريك في الهاف تايم وينزلهم. احنا شفنا اداء تاني تمام. يعني شفنا عوده في المباراه مره اخرى، وكانهم دخلوا الماتش في الشوط التاني. بالظبط كده بالظبط. اول ما اول حاجه شفتها على مستر كولر الشخصيه بتاعته وبانت على وشه، هدوء غريب جدا، وهدوء يعني متسم بنوع من الابتسامه اللي بتحس ان اللي قدامك ده كل كيانه في المباراه ومش متوتر. حتى لما بيجي ينفعل كان بينفعل بشكل محترم، ما فيهوش حاجه زياده يعني. ده اول سويسري، اول مدرب سويسري ياخد بطوله افريقيا. طبعا بالنسبه لهم انجاز برضه. بس فهو هو عمل حاجه كويسه قوي قوي امبارح، اتفادى بيها خطأ كان موجود في الناحية الهجومية بتاعتنا. ان كان احنا عندنا ثلاثة مدافعين في نص الملعب، مروان عطية وديانج وحمدي فتحي. الثلاثة دول كانوا بيهاجموا، فالهجوم بتاعهم في بعض الأحيان كان بيعدي نص الملعب، بيبقى فيه مساحة وراهم، مجرد ما كرة تتقطع بتتلعب، فدي كان فيها خطورة جدا. عشان كده كان في مواجهة مباشرة لخط الدفاع، خاصة ياسر ابراهيم وعبد المنعم. فدي والناحية التانية برضه سواء معلول أو هاني من ناحية اليمين. فدي كان فيها خطورة علينا، ودي كانت على فكرة سبب في الجون اللي دخل فينا في مصر. هو تفادى الحتة دي بصراحة، وعمل تغيير، وخرج لعيب طبعا من افضل اللعيبه خلال البطوله دي. خرج كهربا، خرج وحسين. مروان وحسين وخرج مروان عطيه. الاثنين دول في الاول، حمدي فتحي بالظبط، بس هو في الاول خرج حسين وخرج كهربا. الاثنين دول لما خرجوا الاثنين كانوا فورمتهم النفسيه مش مظبوطه قوي، كانوا عصبيين في جدا المباراة. وخدوا انذارين. وكان لازم حتى شكل الاداء الهجومي بتاعنا ياخد شكل جديد. اسهل شكل يتغير بيه انك تنزلي اللعيب تاني ليه بقى ايه، ليه خطواته وليه البصمه بتاعته بشكل مختلف عن زميله يعني. فدي فرقت معانا قوي، زائد انه امن الناحيه الدفاعيه بقى بعد كده بالتغييرات التانيه. وخاصه بعد ما جبنا جول، لما نزل رامي بقى موجود مع المجموعه، نزله زي ما يكون قلب دفاع زياده. ودي فرقت معانا كتير جدا، لان بقى عندنا في ثلاثه عندهم قدره وقوه ان هم ياخدوا الكورات العاليه مع المهاجمين في الكورات الكتيره قوي اللي كانت بتتلعب في اخر المباراه جوه ال 18، اللي هو ياسر وعبد المنعم ومعاه رامي. ما شفتوش كان عنده جراه شديده ان هو يغير اربعه مره واحده؟ يعني هو غير صحيح، غيرهم على مرتين، على فترتين، فرق 10 دقايق اصلا. لكن هو راح منزل عبد القادر وقفشه وشريف والسوليه. ده برضو جرأه مدرب. ما جرأه، وبصي ساعات بيبقى فيه مجازفات محسوبه. مجازفه محسوبه، فدي بتبقى بتتعمل بناء على وجهه نظر الكوتش، يبقى شايفها، شايف النتيجه بتاعتها، فبيعملها وهو عنده احساس بانها ممكن تتنفذ من خلال ثقته في اللعيبه بتاعته ورؤيته الخاصه من الناحيه النظريه يعني. بس فالحمد لله طبعا ان احنا يعني. تدي كولر كم من عشره؟ لا، البطولات ما البطولات التاريخ بيسجلها لصاحبها، فاحنا مهما ادينا له رقم دلوقتي التاريخ هيفضل يديله زياده وزياده. طب تدي كولر كم من عشره في وجوده مع الاهلي يعني؟ لغايه دلوقتي ياخد 9/10. 9/10 وده رقم كبير جدا، برغم ان هو على فكره احنا بداياتنا في البطوله كانت بدايات متعثره جدا. اتغلبنا من الهلال، اتغلبنا وصن داونز 5 صن داونز، ده كان يوم كبيس علينا. هل كان كابتن زيزو شايف ان الاداء المتعثر جدا في بدايات البطوله سيؤدي الى الفوز بيها، ولا كنت خلاص؟ والله بص حضرتك، الجين الوراثي بتاع لعيبه النادي الاهلي وبتاعتنا عموما، ولاد النادي الاهلي كلهم،
دايما عندهم امل حتى لو 3%. ايه بقى الجين الوراثي؟ لما دايما اقول كده اقول مبادئ الاهلي وروح الفانيلا الحمراء، الناس في ناس كتيره من الاخرين بيتريقوا علينا ويقول لك ايه روح الفانيلا الحمراء بتاعتكم، ايه بقى الجين الوراثي ده؟ لا، الجين الوراثي ده متمثل في ايه؟ ان احنا دايما من قطاع الناشئين دايما بنسعى للنجاح. يعني انت بتعلمي الولد ينجح. طب ما كل النوادي اكيد بتعلم الولاد ينجح. لا معلش، بس فرق عن فرق، انك انت بتعلمي الولد ازاي يسعى انه يكسب، ويكسب بشكل فني ويكسب بشكل فيه اراده، ويكسب بشكل يعني عنده احساس بالانتماء للنادي بتاعه. وبعدين في مواقف كتيره جدا اتكررت بالنسبه للنادي الاهلي. يعني مثلا اللي يدي امل للواحد امبارح مثلا ايه؟ مثلا ماتش زي بتاع ابو تريكه صفاقسي. الماتش ده انا 2006؟ كنت الماتش ده انا كنت بتفرج مع الله يرحمه يحسن لي صديقنا النجم الكبير قوي امين داب الاسماعيلي واهلي جده، كنت عنده في البيت في السعوديه، كنت انا بشتغل في اهلي جده ساعتها. فاحنا بنتفرج، فامين بيقول لي معلش بقى كابتن هارد لك، احنا كنا هنا متعادلين 1-1 الشباب بيقولوا لي 1-1 وهناك كسبنا 1-0 في الدقيقه 92 93 ابو تريكا مظبوط. فقلت له بص انا عندي امل كبير قوي ان احنا هنجيب جول. كان الكلام ده قال لي احنا في الدقيقه 90. قلت له والله انا عندي امل. ففعلا ما فيش دقيقتين وربنا وفق ابو تريكا. بقى تريكا برضو حريف ما شاء الله عليها. يعني الحريف الكبير يعني نجم كبير قوي بصراحه. طبعا نجم كبير. كان عندك تخيل؟ اولا دي كانت بطوله صعبه بالنسبه لنا جدا جدا، وعشان كده الفرحه بتاعتها كبيره. يعني انا بصراحه اقول لحضرتك على حاجه، انا في كام بطوله كده يعني الواحد بيفرح بيهم كلهم، بس البطوله الاولى كانت فرحتي كبيره جدا. طبعًا. البطوله اللي تليها بتاعت ابو تريكه 2006 دي، والبطوله بتاعت امبارح، والبطولات الثانيه كلها، بس التلات بطولات دول على وجه التحديد انا يعني لاول مره من زمان قوي انا ما نمش من امبارح من كتر ما انا فرحان. فعلا والله العظيم زي ما بكلمك كده، من كتر ما انا فرحان ومبسوط ما نمتش. شفت يعني طب البطوله بتاعت القضيه ممكن دي مش حاسبها وسط البلدات دي 2020؟ مش زي دي. لا مش زي دي. ايه جمال، ايه صعوبه وغلاوه البطوله دي؟ ايه انها مش في الحسبان. بعد النتائج الاولانيه في دور المجموعات خلاص البطوله تقريبا شبه ضاعت، لان احنا مش هنوصل حتى للادوار النهائيه. يعني ادوار المجموعات اللي هي بقى تتشكل كانت الناس ما عندهاش امل خالص في الموضوع. زائد بقى الماتش اللي هو بتاع الوداد اللي كان عندنا في مصر هنا، برضو الجون اللي دخل فينا ادى احساس بتاع السنه اللي فاتت ان ممكن جدا تتكرر مره تانية. وبعدين ولكن هو انا رايي الشخصي تاكيد للمعنى بتاع حضرتك ده، ان امبارح بطل الابطال كسب بطل من الابطال. يا سلام. تحس ان الاهلاويه كده بيصكوا. يعني امبارح كابتن حسن مستكاوي صك جمله كده انه خدنا الاميره من على جواد الوداد الابيض. ودلوقتي كابتن زيزو بيقول لك بطل الابطال خد كسب بطل من الابطال. يا جماعه الاهلاويه لازم نحترم المنافس. ذوق شعري وصك جمله. فهو فعلا احنا امبارح كانت وبعدين عارف حضرتك في نقطه مهمه قوي يعني انا بفكر فيها، وانا اتعودت افكر دايما في النادي الاهلي بشكل يعني خاص. احنا فات كام سنه من القرن الجديد؟ فات 23 23 سنه. النادي الاهلي بطل الربع الاولاني، الربع الاول من القرن. طبعا. ودي حاجه مهمه جدا، وهتبتدي تاخد الشكل بتاعها يعني كمان يمكن 20 سنه ولا حاجه، يعني ربنا يدي الناس كلها العمر يعني. فدي نقطة الناس هتبتدي تتكلم فيها، لأن احنا بنتكلم دلوقتي عن خبرات كبيرة جدا وبطولات كتيرة جدا. النهارده النادي الأهلي حط نفسه في حتة أندية العالم زي مانشستر سيتي وأستون فيلا وبايرن ميونخ. مانشستر سيتي أعتقد هنانا وقال أنا مستنيكم، لأن احنا هنقابله في كأس العالم للأندية في جدة في السعودية في ديسمبر إن شاء الله. فقال لك احنا بنهنيكم ومنتظرينكم في السعودية. بالظبط. وأستون فيلا بعت تعليق ظريف جدا، يعني احنا تعبنا من كتر التهنئة من كتر البطولات اللي أنتوا بتكسبوها.
يعني مش عارفين نهنيكوا اكتر من كده ايه يعني من كتر ما بمناسبه ربع القرن الاهلي وصل للنهائي 13 مره الحمد لله في 23 سنه الاخيره. كابتن زيزو اصعب لحظه كانت عليك امبارح في الماتش ايه؟ اصعب لحظه اخر 8 دقائق انا كنت واقفه هنا واقفه مش قادره اقعد ليه؟ لان ما كنتش عايزين بقى نخش في حته 2-1 و اكسترا تايم وضربه جزاء والحاجات دي كانت هتبقى شكلها مش مظبوط، خاصه ان الحكم ما كانش موفق خالص. يعني ده اضعف تعليق مني اقوله عليه لا وانا دايما كنت بقول امبارح الحكم لا تعليق اللي بيعمله ده شيء لا تعليق زياده. طب خلينا نشوف بعض اللقطات كده وتعلق لنا عليها من امبارح كده. نشوف شناوي الشوبير ده الجمال بتاع الرياضه. تعليقك يا كابتن. لا ده الجمال بتاع الرياضه اللي المفروض ان احنا كلنا نخرجه. كل العناصر بتاعت اللعبه المفروض انها تعمل كده، طبعا مش بالشكل ده. يعني الناقد بيطلع الجمال بتاعه في الكلمه، في النقد بتاعه، في الكلام الطيب الحسن اللي هو يرفع من معنويات الفرق، او يبقى بيمثل جمال بالنسبه للكلمه في الوسط الرياضي. لان الرياضه اجمل صور التعبير الذاتي للانسان في اي عنصر. صحيح. اي عنصر. لا وده يعني قد ايه جيل بيسلم جيل. طبعاً. جيل بيسلم جيل طبعا. نشوف كهربا بقى وعلي معلول. كان كابتن علي معلول كان متأثر جدا لأنه حاسس أنه ربما تسبب في الهدف اللي موجود في مصر. بالظبط. فهنا اللعيبة لا بصي، علي معلول نجم كبير جدا من قبل حتى ما يجي النادي الأهلي، بس طبعا في النادي الأهلي في حاجة مهمة قوي، اللعيب بيوثق حياته كلعيب في التاريخ بالبطولة. فهو من ساعة ما جه ما شاء الله يعني أحرز بطولات كتيرة جدا جدا مع النادي الأهلي. وبعدين أنا ما أعتقدش إن في مهاجم مدافع في النادي الأهلي سجل عدد الأهداف اللي هو سجلها مع عدد الأهداف اللي هو صنعها. يعني أعتقد هو ممكن يتفوق على كل المدافعين اللي قبل كده أحرزوا أهداف بالنسبة للنادي الأهلي. تقول بقى إيه لرفيق دربك كابتن خطيب بيبو وزيزو؟ دايما كانت هي دي السيمفونية بيبي وزيزو، وكان في صورة جميلة للخطيب وهو واقف بيقرأ قرآن أو بيدعي في وهو واقف جنب في الملعب قبل ما اللعيبة ينزلوا. تقول إيه لكابتن بيبو؟ والله أقول له الخطيب لما جه يرشح نفسه كلمني وقال لي عايز أخد رأيك في موضوع، فقابلته في الأكاديمية بتاعته في أكتوبر. فبيقول لي انا عايز ارشح نفسي رئيس نادي، فقلت له كلمه واحده بس، قلت له بص يا محمود، انت التاريخ بتاعك كله كنجم كبير جدا، واعتقد المشوار بتاعك حتى مع مجلس الاداره برضو ده جزء من التاريخ بتاعك والمشوار بتاعك، مش ناقص له غير حاجه واحده بس، انك انت تبقى رئيس النادي الاهلي. فاعتقد انك تقدر ان شاء الله، وربنا يوفقك وهيبقى كلنا هنبقى فين معاك. يعني زعل الخطيب لما انت رحت بيراميدز يعني مستشار فني النادي بيراميدز؟ لا اصلي عايز حاجه، يعني انا ايه مش لازم في النادي الاهلي، ولو مش شايف النادي الاهلي اقعد في البيت. وبعدين النهارده كرة احتراف، وبعدين ما هو نادي بيراميدز ده نادي برضو موجود في مصر، وكمستشار يعني الواحد ممكن يبقى حتى مستشار لاكثر من نادي، لان دي حته بتبقى بتطلع الخبرات وما كانش فيها يعني حاجه تزعل. هل يشعر زيزو انه بعيد عن النادي الاهلي، انه كان يتمنى ان هو يكون موجود في مناصب اخرى في النادي الاهلي؟ يعني بقالك فتره بقى. انا عمري ما دورت على المنصب، بس دايما لما بيطلب مني ما بتاخرش. ف يعني مش عارف، يعني ما عنديش رد للحته دي غير ان انا دايما موجود الحمد لله. ولما بس انا دلوقتي خلاص ما عادش عندي
بقى عندي نوع من الزهد شويه فعملتني انا اكون موجود في الشغل. يعني شفت ازاي مشهد امبارح حسام غالي رئيس البعثه هو بيسلم الميداليات مش الخطيب، رغم الخطيب كان موجود؟ الخطيب كان واضح انه كان تعبان جدا. وانا عارف هو ما بيستحملش العصبيه بتاعه الماتشات. فاعتقد ان هو فضل حتى من ناحيه ثانيه ان حسام كرئيس بعثه هو اللي يكون موجود، يعني لان هو تعب في البطوله اللي فاتت جدا. فانا اعتقد هو فضل ان هو يتفادى الحته دي المره دي، وكان باين على وشه حتى. شايف الدوري المصري ازاي والمنتخب؟ ما هو الدوري يفرز المنتخب، لكن فرقنا كفرق فرديه افضل كتير من اداء المنتخب، ليه؟ لا هو طبعا المنتخب ما تقدريش تعتمدي فقط على اللعيبه المحليين، انما الاعتماد الاكبر دلوقتي على المحترفين بتوعنا بره. ودول اعتقد ان شكلهم مختلف تماما، او عندهم دوافع اكبر شويه من اللعيبه اللي موجوده هنا في الدوري المحلي. الدوري المحلي انا شايف ان هو مستواه بالنسبه لي انا غير مرضي. يعني انا شايف ان مستوى من الناحيه الفنيه يمكن الفرق كلها زي بعضها، مفيش. ودي نتيجه ان كل اللعيبه بتنتقل من هنا لهنا 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 كل سنه، فبقت اللعيبه هي هي بس الفانيلا هي اللي بتتغير. زائد ان مفيش طموحات. مفيش حد عنده طموح. يعني انا بصراحه بقولها لك بمنتهى الامانه، يعني انا حزين جدا على نادي الزمالك، حزين جدا على نادي الاسماعيلي. ازاي الناديين دول، لو عندهم كل المقومات ان هم يبقوا زي النادي الاهلي. بس طبعا عايزين جهد وعايزين تنظيم وعايزين اداره وعايزين امور كثيره جدا جدا. المخلصين اللي بيحبوا النادي ده او النادي ده، ونفس الكلام ينطبق على المصري وينطبق على الاتحاد، ينطبق على المحله، اللي هي الانديه الشعبيه. الانديه الشعبيه دي لو ضاعت هيضيع معاها العنصر الاصيل او هو العصب الرئيسي اللي هو المتفرج. شايف ازاي ظهور الانديه الجديده زي بيراميدز، زي زد مثلا اللي طلع في الدوري الممتاز، زي فيوتشر، دي انديه ما كانش لها او ما لهاش جمهور زي الجمهور المنتمي، هي معظمها انديه شركات ومؤسسات يعني. تمام. فشايف وجودهم ده مفيد ولا وجودهم ده ملوش طعم؟ مفيد بس مش بالكثره اللي موجوده. يعني لما يطلع فرقه او اتنين، وبعدين الفرقه او اتنين دول يضيفوا بقى للرياضه مش للكوره بس، يضيفها مكان ونادي اجتماعي وعضويات واكاديميات وقطاعات ناشئين، يبقى في الحاله دي انت عملتي مكان. انما انا النهارده ما اجيش اروح شركه واروح عامل فرقه كور، في فرق بين نادي وفريق. فانا النهارده دي فرق شغلناها زي اي حد، انما انا النهارده لما اكون نادي لا، ده انا قدمت خدمه مجتمعيه وقدمت خدمه للرياضه بشكل عام، بقى في قطاعات ناشئين، بقى في استثمار، بقى في حاجات كثيره جدا. انما انا النهارده بلعب بس كفرقه، بشترك في بطولات وبصرف بس فلوس، فطبعا ده مش مطلوب. ليه الشركات دي ما تخشش تاخد انديه، تشتري انديه جماهيريه، هو ده اللي وتطورها، هو ده احسن ما تخلق نادي بدون جمهور. بالظبط كده. هي دي يعني افضل كثير. يعني المنصوره نزل درجه ثالثه ماشي للاسف السنه دي للاسف. يعني كان ممكن شركه تروح تاخده وبالتالي وتطوره ويكون. والمنصوره بلد غنيه فيها رجال اعمال كتير. صحيح. جدا. يعني المفروض ان فعلا الناس تفكر في حاجه زي كده. ودي افضل كتير جدا. يوم الاربع مصر هتلعب غينيا في تصفيات امم افريقيا، احنا ما خدناش امم افريقيا من 2010 ايام كابتن حسن. من ايام كابتن حسن. وهنا ايام كابتن حسن ما كانش فيه لعيبه محترفين بره، ده كان كله محلي. شايف ان منتخبنا يمكن لاعب او اتنين اللي كانوا بره، شايف منتخبنا المحلي كان افضل من منتخب به محترفين في افضل نوادي في العالم دلوقتي، لكن المنتخب غير متجانس يمكن؟ لا، هي مالهاش علاقه بايه محترف ومش محترف. ليها علاقه بالقدرات المتاحه. اللعيبه نفسها كان مستواها ايه؟ يعني لما تيجي مثلا تمسكي الفرقه اللي كانت موجوده مع الكابتن حسن شحاته كانت حاجة مرعبة. ابتداء من عصام الحضري ورا وعماد النحاس والجمعة وأحمد حسن وأحمد فتحي ومحمد شوقي، وطبعا أنا هنسى أكيد ناس منهم يعني. ومتعب وعمرو زكي وأبو تريكة. مجموعة غير عادية، وحسام حسن زيدان. يعني لا كانت حاجة، وحازم إمام، يعني حاجة كانت لعيبة كل واحد فيهم محور. فلما بتعملي فرقة زي دي مع مدرب كويس مفيش شك بتوصلي اللي انت عايزه. صحيح انت اللي اكتشفت حسام وابراهيم حسن؟ ازاي؟ كان في اختبارات للنادي، كان هما تحت 14 سنه،
وكنا عاملين اختبارات في ملعب التيتش. فالمهم احنا كنا بنعمل ايه؟ بنشوف ولد كويس فناخد اسمه ونخليه يكمل، وبعدين في الاخر اللي بناخد الاسماء بتاعتهم بيجوا بقى ثانيا بيتصفوا اكتر. فالمهم لقيت ولد، فقلت له انت اسمك ايه؟ قال لي حسام حسن. فقلت له طيب يا حبيبي كمل. فشويه ولقيته بيقول له العب يا ابراهيم. قلت له يا ابني انت مش لسه قايل لك اسم حسام؟ فقال لي لا يا كابتن. فهم الاثنين وقفوا قدام بعض بقى في الفتره دي. حسيت بقى ايه ده؟ لا في الفتره دي كانوا حاجه شبه بعض، فوله واتقسمت نصين زي ما بيتقال. فرقتهم عن بعض ازاي؟ بجزمه الكوره. جزمه الكوره؟ كل واحد خد جزمه لون يعني ولا ايه؟ لا كل واحد خد جزمه نوع. نوع؟ جزمه اديداس. فاللي معاه اديداس ده يبقى ابراهيم، واللي معاه نايكي ده يبقى. بعد فتره نسيت. والله. مره عملوا حركه ظريفه جدا. هي مش ظريفه يعني، بس ايه؟ تضحك يعني. كان في واحد فيهم خد انذار. فالتاني اتعرض يعني جه كان اظن ابراهيم ساعتها كان خد انذار. فابراهيم كان بيلعب مدافع في الاول، في مهاجم مع حسام. فالحكم جه عشان يدي ابراهيم انذار تاني. فحسام راح مديله ظهره عشان ياخد رقم الفانيلا، فخد رقم الفانيلا ما خدش باله. فانا ما خدش بالي بصراحه كمدرب ساعتها، ما خدش بالي. مين افضل لاعب في مصر دلوقتي؟ والله انا شايف حسين الشحات بصراحه. حسين الشحات. حسين انسان صادق جدا، مخلص جدا، ودي سمه مهمه قوي في لعيب الكوره. تحمل كتير. شايف ان هو انتج انتاج كبير قوي مع النادي الاهلي، والثمن بتاعه اللي دافع فيه كان كبير قوي، بس هو انا شايف انه جاب ثمنه. شايف ان الخطيب نجح في اداره النادي الاهلي؟ نجح. نجح وربنا وفقه في حاجات كتيره جدا. ويعني يكفي ان النادي الاهلي النهارده اصبح بيتحط في مصاف الفرق العالميه. كابتن زيزو نفسه يرجع في اي يعني في مجال الكوره في النادي الاهلي؟ لا انا خلاص، انا زي ما بقول تدريب الناشئين. لا 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 خلاص خلاص، الحاجات دي ما يعني عايش حياه دلوقتي مختلفه عن بتاعه الكوره. الكوره بقى فيها توتر. انا ماتشات الكوره ماشي زي بتاع امبارح ده، بتفرج لوحدي في اوضه لوحدي وموطي الصوت، ما بقدرش استحمل اي نوع من انواع اسباب التوتر يعني. احلى هدف لا ينساه زيزو؟ احلى هدف انت احرزته لا تنساه؟ في جول جبته في النادي المصري سنه 76، ده احلى واقوى جول جبته في حياتي كلها. ليه؟ لان كان جول غريب جدا وكان صعب، وفي اليوم ده كنت انا يعني في نوع من انواع التحدي في ان انا اقدم حاجه لمستر كوتي. ففي اليوم ده درجه حرارتي كانت 39. فالمفروض ان انا ايه؟ ملعبش. بس كان في وعد بيني ومستر كوتي في ان المباراه ديت هيدي كوتي. هيدي كوتي، احنا كنا بنقول يا مستر كوتي. هيدي كوتي اختصار يعني. فانا وعدته، هو جابني انا والخطيب قبل المباراه وقال لنا الماتش ده مهم جدا. الماتش ده كان بيحسبها بطريقه معينه يعني، احنا لو كسبناه نكسب 75% من الدوري. فكان قلقان، فقلت له ما تقلقش الماتش الجاي ده عند الخطيب وزيزو يعني. وبعدين قلت له بلاش خطيب، الماتش ده عندنا. فجيت يوم المباراه درجه حرارتي كانت 39، شافني صلاح حسني. صلاح جدع وابن بلد كده، وهو اللي هيلعب مكاني لو انا ما لعبتش. فصلاح قال انا اقول لمستر كوتش. قلت له لا يا امير معروف، ده في وعد بيني وبينه ولازم اوفيه. ولا انت عايز تلعب انت عشان تلعب مكاني يعني؟ فقال لي لا يا عم خلاص انا مش هقول حاجه. فربنا وفقني جبت جونين منهم الجول ده. الجول ده عندي صوره لي عمري في حياتي ما شفت نفسي او وشي فرحان زي الكوره دي. ربنا يسعدك دايما ويسعدك يا كابتن زيزو، زي ما اسعدتنا، ومش بس باهدافك ولكن ايضا في كل الاماكن اللي انت موجود فيها من الاسماء الخالده في تاريخ النادي الاهلي. ربنا يبارك فيك زيزو. كانوا ساعتها سموك انت الاول زيزو ولا سموه هو الاول خبيبو؟ لا انا اللي سميت الخطيب بيبو. انت اللي سميت الخطيب بيبو؟ انا اللي سميت الخطيب. فانت الاول كنت زيزو، وكان يقول لك لو عايز تغيظه سماني زيزو هات له زيزو. اللي سماني زيزو الاستاذ احمد فراج الله يرحمه. احمد فراج؟ كان رئيس بعثه في المجر. وكنت انا لسه صغير، كان عندي 16 سنه، وخدوني مع الفريق الاول وفريق 20 سنه، وجبت جونين في ماتش من الماتشات تعادلنا فيه 2-2، وتعادلنا 0-0 وخسرنا 1-0. فالجاليه المصريه هناك
قعدت تهتف باسمي، وانا طبعا ما عنديش فكره عن كلمه زيزو دي خالص. فخرجت من الماتش، استاذ احمد قال لي انا اطلقت عليك لقب زيزو. ومن هنا فقلت له يعني ايه؟ قلت له الناس كانت بتقول زيزو بتهتف ليه يعني؟ قال لي اه. قلت له بس احنا افتكرناها كلمه مجري يعني، مش زيزو. وانت سميته بيبو بعد كده. بعد كده بشكرك شكرا جزيلا، سعيدا ان انت معانا. انا سعيد جدا والله، ربنا يبارك معنا فيك، ربنا يكرمك. اللقب ال 11، وكان يوم 11 زي اول بطوله احرزها 12 12 12. كان كابتن زيزو مدير للكره في النادي الاهلي. بشكرك شكرا، ربنا يبارك فيك، شكرا جزيلا. ونخرج فاصل، وبعد الفاصل نتكلم عن السياحه، معانا الاستاذ حسام الشاعر ومعانا النائبه نوره علي.